سعداء اليوم بوجودنا بين أهلنا وقرايبنا في الزرقاء للتواصل معهم من ضمن استراتيجية زين في التواصل مع المجتمع المحلي في كل المحافظات. نتمنى للحضور من أهلنا بالزرقاء أنهم يستمتعوا بوقتهم معنا في هذا الكرنفال، وإن شاء الله هاي بداية لسلسلة من النشاطات اللي حنقوم فيها بالزرقاء. احنا بكرنفال حلونا مع زين بالزرقاء، طبعا مبسوطين كتير بوجودنا بين اهالي الزرقاء. فوق الزرقاء وبعيني لمعت بالسما الزرقاء، الأطفال يجي يغيروا جو خصوصا بأجواء المدارس بهيك مناسبة. نشكر شركة زين على هذا المهرجان وهي اللفتة الكريمة لأهل الزرقاء. أنا كيف أدور وحلقت شعراتي شركة زين، ونتمنى أنه كل سنة يعمل مثل هاي الاحتفالات لأنه محافظة الزرقاء بنقصها مثل هاي المهرجانات والاحتفالات. هالطهرة الطيارة من فوق السكة ذبحنا برمش وعزم فتراك أو خط. ألف مبروك عليك الجائزة يا هي. شو حزمة الإنترنت الموجودة على خط شهامة 2؟ أوكي خولة، أنت بتحكي معنا جهاز مقدم من شركة موزيكو. انبسطنا بالزرقاء على هالمهرجان العظيم، شركة زين العظيمة يعني عروضها خطوطها ما شاء الله عليها، يعني إن شاء الله إنه كل سنة يعملوا لنا حتى فرحوا أطفالنا به. المهرجان كان حلو كتير وانبسطنا كتير والولاد كتير انبسطوا، ويا ريت زين تعمله كل سنة. شكرا يا زين لأنه فرحتينا وفرحتي أطفالنا، وزمان يعني قديش شفنا شركات ما عملوا اللي عملوه شركة زين. زين عام جميل. صحيح اني بشكر شركة زين لانه احنا مواطنين الزرقاء محرومين من كثير شغلات، وبشكرها على هذه المبادرة لانه ما في شركات من قبل هذا الاشي صار عندنا في الزرقاء، وشكرا لها واسعدت هالاطفال اللي محرومين في الزرقاء عن غير المحافظات، وشكرا لشركة زين الاجمل والاحلى.
بان كانغنام ستايل. كانغنام ستايل. اتمنى انه تكونوا معنا، الاجواء كثير كثير حلوه. زين عوض. والكبار مبسوطين اكثر من الصغار، وما شاء الله اشي حلو بجنن، وتعبانين كثير عليه يعني. ودائما زين احلى، والله العظيم انها احلى.